إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سوف ندخل أو نشرع في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، أحاديث متفرقة. نبدأ وبالله التوفيق. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية. الزمانية هي أشهر الحج: شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، هذه زمانية. والمكانية ستأتي ما ذكرت في الحديثين. وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليه، تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليه الحجاج والزوار من هذه الحدود، معظمين، خاضعين، خاشعين. ولذا حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافاً بحرمته وحطاً من كرامته. والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه يرفعه قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. ما يؤخذ من الحديثين: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل وأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق. ثانياً بالنسبة للجحفة، الناس الآن يحرمون من رابغ
بدلا من الجحفة. لماذا؟ لأن قرية جحفة خربت. ثالثا، لا يحل لمن أراد نسكا تجاوز الميقات بدون إحرام. رابعا، أن ميقات من دون المواقيت من المكان الذي هو ساكن فيه، يعني بعد مثل أهل جدة وما شابه ذلك. خامساً، أن ميقات أهل مكة من مكة، وهذا في الحج فقط، يعني أهل مكة يحرمون من مكة في ماذا؟ في الحج فقط. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل. سادساً، يدل قوله من أراد الحج والعمرة أن من أراد دخول مكة بغير حج أو عمرة، بل للتجارة أو زيارة قريب، أنه لا يجب عليه الإحرام. باب ما يلبس المحرم من الثياب. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. يؤخذ من الحديث أولاً تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل، أما المرأة فيجوز لها لبس المخيط وتغطية الرأس. ثانياً، تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه، وتحريم لبس القفازين على الذكر والأنثى. ثالثاً، اختلف العلماء رحمهم الله في قطع الخفين، والصحيح أن من لم يجد نعلين فليلبس خفين من غير قطعهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: أولا أمرهم بقطعه، ثم رخص لهم لبسهما من غير قطع، وهذا يجب حمل الحديث عليه. باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. الحاج لو نوع في التلبية هذا طيب، لأن كثير من السلف أو بعض السلف كان ينوعون، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة، أقرهم، فمرة تلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة تلبي بتلبية ابن عمر، وهكذا. فتنويع التلبية شيء طيب، ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة
والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلذلك بعض أهل العلم قال الاكتفاء بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أو كثير من أهل العلم قالوا الاكتفاء بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولكن إذا نوع الحاج نوع يأخذ بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وتلبية الصحابة فهذا لا شيء فيه، بل طيب تنويع. وذكر بعض أهل العلم الإمام النووي رحمه الله في المجموع وجماعة من أهل العلم من العلماء أن الإنسان إذا فرغ من التلبية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله، ويسأل الله عز وجل، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ به من النار، ثم يدعو. هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله، واستدلوا بحديث، لهم حديث طيب. ما يؤخذ من الحديث أيضا مسألة رفع الصوت بالتلبية. أيها الأخوة، رفع الصوت بالتلبية أمر عظيم، إظهار فيه إظهار لهذه الشعيرة، إظهار لهذه الشعيرة العظيمة وتعظيم لله عز وجل. فعندما ترفع صوتك بصوت عالي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت برفع صوتك هذا يدل على تعظيمك لهذه الشعيرة، تعظيمك يدل على تعظيمك لهذه الشعيرة، وكذلك يدل على تعظيم الدين. فالإنسان الحاج يرفع صوته، من الخطأ الإنسان يخفض صوته، السنة أنك ترفع صوتك، ترفع صوتك. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نصرخ بالحج صراخا، يعني بالتلبية. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي حتى يسمع ما بين الجبلين، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. فأظهروا هذه الشعيرة وارفعوا أصواتكم. ما يؤخذ من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، أجيب دعوتك وأطيع أمرك مرة بعد مرة، والإشارة بلبيك إلى التكرار، يعني أنك متى أمرتني أو كلما أمرتني فأنا مطيع لأمرك، ممتثل له، منفذ له. ثانيا قوله لا شريك لك نفي للمشاركة في ملك الله عز وجل، أي أنك وحدك إلهي الذي خلقتني ورزقتني، وعبادتك متوجبة علي دون غيرك، فلا أشرك بك شيئا ولا أدعو سواك أحدا. ثالثا التلبية شعار الحج،
بل هو شعار التوحيد وعنوان الطاعة والمحبة والاستجابة الدائمة إلى داعي الله. رابعاً، ذكرنا هذا يستحب رفع الصوت بها. باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد الجهد أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاةً؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. رواه البخاري ومسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه ويفدي، يعني إذا كان متضرراً فيزيل الشعر ويفدي، يعني يحلق رأسه، يحلق شعره. ولماذا؟ لأنه مضطر متضرر ويفدي فدية أذى. ثانياً، تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر، تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر ولو فدى. ثالثاً، أن الأفضل في الفدية ذبح شاة وتقسيمها على الفقراء، فإن لم يجد فصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. رابعاً، الفدية على التخير، على التخير، يعني إذا جاءك فقير ما تقول اذبح كذا عليك فدية، يعني اذبح شاةً، لا، قل له: أنت مخير، أنت مخير، إما تذبح شاةً أو 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع. خامساً، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ما يؤخذ من الحديث: تحريم قطع الشوك، وتحريم قطع الشجر الذي ليس فيه شوك من باب أولى، وكذلك العشب، وكذلك العشب، إلا الإذخر، معروف الإذخر عند أهل مكة نوع من الحشيش. طيب، العلماء ماذا قالوا في هذه المسألة؟ قالوا: الذي ينفع الناس بقاؤه، يعني بقاؤه ينفع الناس، فهذا لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه فهذا يزال،
هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. ثانيا تحريم تنفير صيد، تنفير صيد صيد مكة، والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش أصلا. كيف يعني متوحش أصلا؟ يعني مثل الغزال، الضباء، الحمار الوحشي، هذا ما يجوز أنك تصيده. لماذا قال متوحش أصلا؟ لأنه أصل في الأصل هذه أشياء الضباء متوحش، يعني تخاف تهرب كذا، ضباء وكذلك حمار وحشي. أما غير متوحشة مثل الأبقار والجمال والأغنام هذا عادي، يعني ما موجودة في مكة، هذا ما يدخل في الصيد. ما الأنعام الأبقار هذه غير داخل، بهيمة الأنعام غير داخلة في ماذا؟ في الصيد. الذي داخل في الصيد المتوحش أصلا مثل الغزال، الضباء، الحمار الوحشي وهكذا. ثالثا تحريم أخذ اللقطة فيها. إذا وجدت لقطة وأنت في الحرم، وجدت مال، هل تأخذ هذا المال؟ لا، اترك المال، اترك المال، دع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، اترك المال ولا تأخذه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلتقط لقطته، فتترك هذا المال. إن أخذت المال بعض أهل العلم يقول أنت ورط نفسك، يعني تعرفها دائما طول حياتك، تعرفها، تبدأ تعرف الناس. بعضهم يقول طيب أنا آخذها إلى الأمانات، لا، الأحسن أنك تتركها ما تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذها. أتركها، ربما صاحب المال يأتي فأنت أترك، أترك هذا المال، ربما يأتي صاحب المال، ولكن إذا أخذتها تعرفها طول حياتك حتى تجد صاحبها. فإذا وجدت مال، وجدت شيء، هذا ما تلتقط لقطة حرم، هي محرمة، يعني ما تلتقطها، اتركها. وإن أخذتها تعرفها دائما وأبدا حتى تجد صاحبها، والله أعلم. تحريم أخذ اللقطة فيها. رابعا استثناء الإذخر من الكلى الحاجة الشديدة إليه، فيجوز أخذه رطبا أو يابسا. خامسا قوله ولا يلتقط لقطها إلا من عرفها، إلا من عرفها، يؤخذ منه أن لقطة الحرم لا تملك، يعني ما يمتلكها أبدا، وأن من أخذها يعرفها دائما، يعرفها دائما وأبدا، ما تملك. باب ما جاء في تقبيل الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ما قبلتك. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا مشروعية تقبيل الحجر الأسود إن أمكن بسهولة، إن أمكن إن تيسر، فتقبيل الحجر الأسود مستحب، الإنسان ما يشق نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا لأن بعضهم يتحرج يقول أنا ما قبلت الحجر، يتحرج، لا، مستحب، لا تتحرج، يعني إن استطعت، ولكن الآن زحام شديد، زحام شديد ومشقة، لماذا تشق على نفسك؟ لماذا تؤذي نفسك وتؤذي المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ثانيا أن تقبيله ليس لنفعه أو ضرره، وإنما هو عبادة لله تبارك وتعالى. ثالثا أن العبادة تدور على أمرين، الأمر الأول
الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل من العبد عبادة إلا إذا قصد بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص. والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود حجر، حجر من الحجر، يعني لا، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، النافع والضار هو الله. باب ما جاء في الركن اليماني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ما يؤخذ من الحديث أن الركنين اليمانيين هما الحجر الأسود والركن اليماني، والركن اليماني. ثانيا، يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، وبين أن الحجر الاستلام مقصود به المسح، ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل ولا إشارة، ولا يشرع في حق الركنين الباقيين استلام ولا تقبيل. باب التمتع. أيها الأخوة، الأنساك كم؟ ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وهي جائزة عند جماهير العلماء، ولكن أفضلها التمتع. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بماذا؟ بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. وأما القران فهو أن يحرم بهما جميعا، جميعا العمرة والحج، أو يدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة، يعني لبيك اللهم حج مثلا، ذهب إلى الحج، وخاصة إذا كان متأخر يذهب يحرم، يقول من ميقات يقول لبيك اللهم حجا، يذهب إلى عرفات مثلا على طول، هذا إيش؟ الإفراد. عن أبي جمرة نصر بن عمران، نصر بن عمران الضبعي، أنه قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، يعني التمتع، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. إيش معنى الشرك في دم؟ ها؟ كيف؟ يشتركون في بدن، أحسن، شرك في بدن. طيب، قال يشتركون مثلا في البدن في البقرة. طيب، قال: وكأن أناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي، يقول وكأن أناسا كرهوها، يعني كرهوا ماذا؟ تمتع. فنمت يقول: فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي في المنام: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر سنة أبي، الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج. ثانيا، الاستئناس بالرؤية فيما يقوم عليه الدليل الشرعي تأييدا بها، لأنها عظيمة القدر في الشرع،
وجزء من 46 جزءا من النبوة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول، أي أصول الشريعة. ثالثا: أفضل الأنساك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، بل أمرهم أن يحولوا نية الحج إلى العمرة من أجل التمتع. قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فهذا صريح في تفضيل التمتع على غيره من الأنساك. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، مشروعية سوق الهدي من الحل، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً، جواز الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كلها. ثالثاً، فسخ مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وتحلله، وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر فيحل. باب تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال: رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته وإحسانه إلى عباده. ما يؤخذ من الحديث: اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام وأسعدها لما يقع فيه من الأعمال الجليلة، لا سيما الحاج يؤدي لا سيما من الحاج الذي يؤدي فيه أربع عبادات جليلة جليلات، وهن الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت العتيق. والمشروع أن يأتي بهذا الترتيب، مشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة رن حط، الراء للرمي والنون النحر والحاء الحلق والطاء الطواف. ثانيا: جواز تقديم كل من الرمي والنحر والحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعل ولا حرج. شخص سعى قبل أن يطوف، افعل ولا حرج. شخص نحر قبل، افعل ولا حرج. فمن قدم أو أخر لا شيء عليه. باب فضل الحلق وجواز التقصير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال: والمقصرين. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الحج، وجوب ماذا؟ الحلق أو التقصير للحج، أو التقصير للحج والعمرة. طيب، عند الحلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق قال للحلاق، أشار إليه، قال: ابدأ باليمين، يعني يمين المحلوق. فتنبه الحلاقين: إذا ذهبت إلى الحلاق قل له ابدأ باليمين، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: الحلق أفضل من التقصير. لماذا؟ لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله عز وجل،
باستئصال شعر الرأس. طيب واحد لو أخذ الجهاز الماكينة هذا ووضع صفر يعني على رقم صفر، هل هذا يعتبر محلقة؟ حلق؟ ها؟ ها؟ لا ما يكون حلق، هذا ما يكون حلق لأنه يبقى شيء من الشعر، ما يكون حلق، يكون إيش؟ لا بد من الموس إذا تريد الحلق، بالموس، بالموس، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب إذن الحلق أفضل، لماذا؟ لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله عز وجل باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا. باب طواف الإفاضة والوداع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا اخرجوا. عن عبد الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وكذلك النفساء. ما يؤخذ من الحديثين أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. من وين أخذنا؟ أحابستنا، يعني إذا هذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر. فقالوا: لا، هي طافت طواف الإفاضة. ثانيا وجوب طواف الوداع، وجوب طواف الوداع. ثالثا أن الحائض ليس عليها طواف الوداع ولا دم بتركه. رابعا أن طواف الوداع يكون آخر شؤون المسافر، لأن هذا هو معنى الوداع، ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه، مثلا في الطريق يريد أن يشتري شيئا في طريقه إلى السفر، أو انتظار الرفقة، أو نحو ذلك من التأخر اليسير، هذا لا يضر. باب وجوب المبيت بمنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. ما يؤخذ من الحديث: أولاً وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ثانياً المراد بالمبيت الإقامة بمنى أكثر الليل، أكثر الليل، سواء أول الليل آخر الليل، المهم أكثر الليل. ثالثاً الرخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج وألحق بهم الرعاة، وبعضهم بعض العلماء رحمهم الله ألحق أيضاً أصحاب الحاجات الضرورية، كمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض ليس عنده من يمرضه، هكذا. رابعاً ما كان عليه أهل مكة في جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم وتسهيل أمورهم، يعني في الجاهلية أهل مكة كان يكرمون الحجاج، كان يكرمون الحجاج، ومن الطرائف يذكرون يقولون: كان كيف يستقبلون الحجاج؟ فيقول: كان أحدهم يذهب يخرج يعني قبل يعني مجيء الحجاج، تجد هذا أهل مكة، بعض أهل مكة يذهب وينتظر الحجاج مثلا عند مدخل مكة مثلا، أو قريبا منها، أو قريبا يعني من، فيقف وينتظرون الحجاج، فإذا جاءوا الحجاج ماذا يفعل هذا المكي؟ يضع طفله فوق رأسه، وهذا الطفل هو دليل، الحجاج جايين يقول هكذا دليلهم، يعني يدلهم الطريق، الأب يعني يمشي في الطريق، الولد يدلهم، يعني ولد مميز فاهم يعرف الطريق، فيدل يقول: تعالوا هذا الطريق، تعالوا هذا الطريق، يشير يعني. فكان في الجاهلية يكرمون
الحجاج قبل الإسلام ويقومون بخدمتهم ويقومون بتسهيل أمور الحجاج. الترتيب في رمي الجمرات والدعاء عندها. يقول جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، طبعا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يعني جمرة الدنيا يعني الصغرى، يكبر على أثر كل حصاء ثم يتقدم قليلا فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ياخذ يمين يعني جهة اليمين، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال ويقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف. يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات على الترتيب: صغرى، وسطى، الكبرى. ثانياً أن رمي الجمرات لا يكون إلا بالحصى. ثالثاً أن رمي الجمرات لا بد أن يكون رمياً مش وضع، لأن بعضهم ماذا يفعل؟ يضع الحصى، وهذا خطأ. رمي الجمرات لا بد أن يكون رمياً. رابعاً التكبير عند عقب كل حصاة. خامساً التكبير في إرغام للشيطان كما ذكر بعض أهل العلم. سادساً مشروعية الإكثار من الدعاء عقب رمي الجمرات، فيستقبل القبلة ويدعو طويلاً وبهذا القدر نكتفي. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله تعالى آداب الزيارة، آداب زيارة المسجد النبوي، وبعد غد المسائل التربوية المستنبطة من الحج، ثم ختام الدورة الكلمة الختامية. والله تعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين، واجعل هذه الأعمال العظيمة في موازين حسناتهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.